السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي. هنشرح مع بعض إن شاء الله كتاب الباهر بالصف الأول الإعدادي Lesson 3-4 درس الثالث الرابع 2025. المنهج ما شاء الله سهل جدا يعني بالنسبة لسنة 6، أتمنى أن يفضل كده لآخر الترم. أوكي، نبدأ كده مع بعض. عندي هنا Ancient Buildings. Ancient Buildings يعني المباني الهامة. Ancient يعني very old، قديم جدا. Buildings مباني. Summer well spent. Summer well spent يعني الصيف سيقضى أو سيقضى. عندي بقى الكي فوكابلري، الكلمات اللي عندي. عندي كلمة catacombs. Catacombs catacombs ودي معناها السراديب أو سراديب الموتى. Temple temple معبد. Obelisk 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 مسلة. statue تمثال. present يقدم. solution حل. problem مشكلة. problem active نشط. active friendly ودود. friendly helpful نافع أو متعاون. smart ذكي. lazy كسول. okay. fill in the gaps with words from the box. املا الفراغات بكلمات من البوكس. عندي كلمة friendly ودي معناها ودود. lazy كسول. helpful نافع. statues تماثيل. my father is very he helps all my family. هو بيساعد عائلتي كلها. يبقى هو very ايه helpful يعني متعاون او نافع. There are many in the Egyptian museum. في كثير من A من الستاتشوز من التماثيل في المتحف المصري. My grandfather جدي is kind طيب and A friendly ودود. طيب وودود. She's active هي نشيطة. But her brother ولكن أخوها is lazy كسول. عندي كلمات إضافية. عندي كلمة pray يصلي. monument أثر تاريخي. top قمة. bury يدفن. وهنا أعملها لك الواي بحرف الواي الأزرق كده عشان لما نجيب الماضي منها نحط لها IED لأن الواي قدامها حرف ساكن. the deed الموتى. the deed. technology تكنولوجيا. Okay. underground مترو الأنفاق أو تحت الأرض. ancient قديم. walls حوائط. language لغة. stone حجر. tunnel نفق. religion الدين. sand رمل أو رمال. winds رياح. weather الطقس. tourist سائح. repairs يصلح. اوكي، رحت نقول الكلمات دول مره تاني. عندي هنا pray يصلي. monument top. bury the dead technology underground ancient walls language stone tunnel religion sand winds weather tourist repairs. okay. عندي regular verbs الافعال غير منتظمه. understand understood learn it Get up. Give, given. Okay. عندي statue تمثال. A model of a person هو نموذج لperson. person يعني شخص. أو animal حيوان. Or object أو شيء. Sometimes أحيانا made of stone مصنوع من الحجر. Obelisk المسلة. A tall stone حجر كبير.
مونيومنت طويل with a top that's usually in the shape of a pyramid. بتكون طويلة عادة في شكل الهرم. اوكي. Catacombs السراديب underground tunnels أنفاق تحت الأرض and rooms وحجرات for burying the dead لدفن الدد الموتى. The dead يعني الموتى. Temple معبد a place where people come together to pray مكان حيث يتجمع الناس لكي يصلي. يبقى pray يصلي. عندي collocation المتلازمات play sports يلعب رياضات give a reason يعطي سبب do sports يمارس رياضة present a solution يقدم حل. عندي synonyms and antonyms التضاد والترادف. الكلمة word السينونيم ترادفها او معناها الانتونيم اللي هو الاوبوزيت. اوكي. انشنت قديم انشنت اولد قديم مودرن اور نيو جديد. ديفيكولت صعب ديفيكولت هارد صعب ايزي سهل. ديد ميت باست اواي مات خلاص الايف على قيد الحياه. active نشط energetic نشط lazy كسول. friendly ودود kind طيب cruel قاسي or unfriendly غير ودود. prefix and suffix البوادئ واللواحق. عندي هنا ال prefix in و on تعطي عكس الصفة يعني عندي active inactive important unimportant interesting uninteresting. عندي اللاحقة A-T-I-O-N اللي هي Asian بنحطها للفعل عشان نجيب اسم as inform يعبر information. اللاحقة فول بتحول للفعل أو الاسم للصفة زي use useful help helpful. است بتجيب اسم الفعل أو الوظيفة زي tour جولة tourist سائح. عندي important expressions التعبيرات الهامة underground tunnels أنفاق تحت الأرض help with the housework يساعد في الأعمال المنزلية useful information معلومات هامة make cleaner يجعله أكثر نظافة the Nile River نهر النيل people's feet أقدام الناس care and repairs إصلاحات ورعاية go online يتصل بالإنترنت عندي prepositions حروف الجر in the shape of في شكل on the west bank في الضفة الغربية walk around يتجول reason for مبرر لي أو سبب لي at the same time في نفس الوقت bad for ضار لي look after يعتني بي solution to for حل لي language notes الملاحظات اللغوية عندي made of مصنوع من المادة لا تتغير بعد التصنيع يعني المادة شكلها زي ما هو يعني مثلا لو أنا قلت لك the statue التمثال is made of stone مصنوع من الحجر فالمادة هي زي ما هي موجودة اللي هو حجر لكن made from مصنوع من مادة بتتغير لما أقول لك the cake is made from flour يعني الكيكة مصنوعة من الفلور من الدقيق والأجز أم ميلك أم بدر يبقى كل ده تغير وبقى إيه بقى كيك made in صنع في أو مصنوع في my car is made in Japan in 2020 عربيتي مصنوعة في اليابان في 2020 the وجيب صفة بتكلم على مجموعة من الناس يعني أقول لك the rich الأغنياء the poor الفقراء the dead الموتى it is والصفة طول مصدر يعني من أو إنه من يعني مثلا بقول لك it's difficult to من الصعب أن it's easy to من السهل أن it's nice to من الجميل أن طيب test yourself اختبر نفسك choose the correct answer my car is made of metal سيارتي مصنوعة من المعدن طبعا made of لأن المعدن زي ما هو ما تغيرش we must help يجب أن نساعد زنيدي المحتاجين لما حط زائر بالصفة بتكلم على فئة من الناس it's easy من السهل to get to the bank أن تصل إلى البنك يبقى it is بعد كده صفة وتقول مصدر هنسيب نفس القراءة تقرأها كده إن شاء الله ونحل الأسئلة مع بعض بس عايزك كده لو أنت وصلت معايا للنقطة دي إنك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك باقي فيديوهات الشرح إن شاء الله تعال choose the correct answer from A, B, C, or D
or an is a model of a person. هو نموذج لشخص or animal أو حيوان or object أو شيء. Sometimes made of stone. أحيانا مصنوع من حجر. يبقى ده قلنا اسمه إيه؟ اسمه statue تمثال. لكن obelisk المسلة, temple معبد, catacombs سرداب. Number two. A or an is a tall stone monument. هو أثر حجري طويل with top على شكل كده أو القمة بتاعته is usually in the shape of a pyramid. القمة بتاعته على شكل هرم. يبقى دي المسلة اللي هي إيه؟ obelisk. لكن temple ده معبد. كاتاكوم قلنا سداب, ستاتشو تمثال. Number three. Our underground tunnels هي أنفاق تحت الأرض and rooms وحجرات for burying the dead. دفن الموتى. Burying يعني دفن with the dead الموتى. يبقى دي اسمها كاتاكومز السراديب. Number four. A or an is a place where people come together to pray. مكان الناس بتتجمع فيه عشان تصلي. يبقى ده اسمه التمبل المعبد. Number five. Edfu is a town in the west. إدفو هي مدينة on the west bank of the river Nile على الضفة الغربية لنهر النيل. Number 6. The temple, المعبد, is about 2250 years old. It's, المعبد ده من حوالي 2250 سنة. يبقى it's إيه؟ ancient, قديم, ولا هاي عالي, مدرن حديث طول طويل. Number 7. The writing on the temple's walls, الكتابة على جدران المعابد أو المعبد, give us a very interesting and useful information. تدينا معلومات شيقة ومفيدة. لكن بيت سيء, difficult, صعب, useless, غير نافع. Number 8. There is a very hot in the temple of Edfu. هو اللي حر جدا في معبد الإدفو طبعا هو الوزر. وزر يعني الطقس. لكن وزر دي معناها لو أو إذا. Feather reach climate مناخ. Number 9. From all over the world come to visit the temple. من جميع أنحاء العالم بيجوا يزوروا المعبد أو معبد إدفو. من هم؟ طبعا هم التورستس السياح. Number 10. Spanish and French. الإسباني والفرنساوي. RA. طبعا هم languages لغات صح ولا sports رياضات towns مدن foods أطعمة. طبعا هي languages لغات. Number 11. The buildings المباني need بتحتاج lots of care كثير من الرعاية and repairs. Repairs يعني إصلاحات. لكن recycles على التدوير, repeat وكرر, problems مشكلات. Number 12. People's walking on the stone is bad for it. People's feet أقدام الناس اللي بتمشي على الحجار مضارة بيها. The temple of Edfu, معبد Edfu, is an ancient, هو ancient park, حديقة قديمة, building, مبنى, palace, قصر, station, محطة, طبعا هو building, مبنى قديم. My friend Ali, صديق Ali, is active, نشيط. The opposite of active, تضاد كلمة active هو lazy. لو عايز العكس, لكن energetic, نشيط, friendly, ودود, smart, ذكي. Number 15. We add the suffix بنضيف اللاحقة A to use للفعل use to get the adjective عشان نجيب صفة يبقى ضيف لها A fall تبقى use fall. Number 16. He gets up early. هو بيستيقظ مبكرا. He is very هو A very active نشيط عشان بيصحى مبكرا. لكن lazy كسول bad سيء tired متعب. Number 17. My friend always gives me صديقي دايما بيديني A helping hand يد المساعدة. He is very هو very helpful نافع. لكن helpless عديم النفع. Worried قلق. Nervous متوتر. Number 18. Think about possible for the problem. فكر في possible reasons يعني أسباب ممكنة للمشكلة ولا classes فصول. فكر في فصول ممكنة ways possible طرق ممكنة للمشكلة groups طبعا هنا reason أسباب ممكنة للمشكلة لازم أعرف الأسباب الأول عشان أعرف حل المشكلة. Can you reason for your choice يبقى can you give reasons ممكن تدي reasons أسباب لاختيارك لكن دو يفعل listen يسمع جو يسحب. Number 20. Think about فكر في how you can your solution to other people إزاي present تقدم حلك للناس الأخرى يبقى present solution يقدم حل لكن care يهتم look ينظر stop يقف.
Number 21. My grandfather, جدي, is dead. ميت. Dead means he isn't. Dead معناها إنه هو إيه؟ He isn't alive. ليس على قيد الحياة. يبقى dead معناها isn't. خلي بالك لو ما كانش في isn't يبقى كنت قلت passed away يعني مات. لكن هو قال لك isn't يعني ليس على قيد الحياة. لكن died مات. This is التحلل. The word difficult, كلمة difficult is the opposite of, هي عكس كلمة ايه؟ difficult صعب عكسها easy سهل. طيب تعال نشوف باقي القاعدة اللي عندي وهو الظروف التكرار adverb of frequency. وهنا بيقول لك ان عندك always دائما usually عادة often غالبا sometimes احيانا never ابدا. طبعا احنا واخدينهم من السنة اللي فاتت. السنة دي بناخدهم بس مع زمن الماضي. بنقول ان ظروف التكرار دي تأتي قبل الفعل. تأتي قبل ايه؟ الفعل الاساسي. اهو خلي بالك نضع ظروف التكرار بعد فعل يكون وقبل الفعل الاساسي. يعني الكلام ده يا استاذ يعني لو انا عندي مثلا جملة زي دي اهو I usually stayed. هنا جبت usually قبل stayed. ليه؟ لأن stayed ده الفعل. فأنا عايز ظرف التكرار قبلي. لكن لو قلت مثلا He was always late. كان دايما متأخر. فهنا جبت always بعد was. عشان هنا ظروف التكرار بعد فعل بي. اللي هو فعل بي في الماضي اللي هو was أو إيه أو إيه. طيب لما أسأل عن عدد المرات بسأل بهاو أوفن. وأجيب بعدها did. بعد كده الفاعل والمصدر. فهاو أوفن هاو أوفتن did you leave your town. How often أو how often الاثنين صح على فكرة. فكم مرة أنت غادرت مدينتك؟ طبعا ممكن نجاوب نقول once مرة واحدة twice مرتين three times ثلاث مرات. تعال نشوف الأسئلة وهنفهم أكتر إن شاء الله. How often you get up early in the summer last vacation time. حد يقول لي ممكن أخد دو أو ينفع أخد دو بس لو هنا ما قالكش last summer كان في المضارع لكن هنا في الماضي بقى أجازة الصيف الماضية يبقى ناخد إيه did. How often did you get up early. Number two, I after my little sister, I always locked. طيب ليه always locked؟ لأنه الظروف التكرار قبل الفاعل الأساسي. طب هو كله هنا جابها لك بعد الفعل. Number three, I watched television in the past. في الماضي. يبقى نفي في الماضي didn't often. Number four, I tired in the evening. طبعا tired صفة يبقى قدامها فعل be اللي هو was aware. طيب I usually was never was always was was usually. طبعا تطلع بط بص كده معايا الظروف التكرار بعد am was are أو was aware يبقى هنا اخد ايه was usually اللي هنا الظرف الوحيد اللي بعد was. How did you leave your town. يبقى how often كم مرة غادرت فيها مدينتك. Number 6 She in her town in summer vacation. She usually stayed. طيب ليه؟ عشان ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي. Number 7 I out at a project in my country. I often helped. ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي. طب هنا قبل الفعل الأساسي أيوة بس أنا ما ينفعش أخد helping عشان ما فيش أمو إزب أور. طب هنا helps ما ينفعش لأنه أي ما بحطش الفعل إس. تمام؟ طيب نمبر 8 How did you do sports? I always did sports. يبقى how often كم مرة عشان هنا لك إيه؟ أنا دايما مارست الرياضة. نمبر 9 I football last summer vacation. I sometimes played. أحيانا لعبت عشان هنا إيه؟ last summer. نمبر 10 We online at home in the evening. We never went online. مش بنخش online لأن ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي. طيب complete with the correct form of the word in practice. We did always sports in the past. طبعا هنعكسها عشان ظروف التكرار قبل الفعل يبقى we always did. Number 2 She never was worried last vacation. تبقى was never. Number 3 How many did you use technology. طبعا how often كم مرة انت استخدمت التكنولوجيا. Twice a week. Okay. Number 4 Who Yunus did ever help in his garden. طبعا اسمها ايه Who did Yunus ever help in his community garden. اوكي لان هنا بعد الاستفهام الفعل المساعد والفعل. I always did sports when I was little. عندما كنت صغير. I hated it. انا كرهتها او يبقى I never عشان هو كان كره الرياضة وهو صغير. اوكي. General exercises on lesson
2 3 and 4 listen and choose the correct answer استمع واختر الاجابه الصح طبعا هنسيب سؤال الاستماع ونخش على سؤال المحادثه complete the following dialogue اكمل المحادثه الاتيه اني جانا وتاليا جانا وايه وتاليا هاي تاليا اهلا تاليا Can I ask you some question? ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ تقول لها مثلاً yes, sure, أو of course بالطبع أو yes you can. كل ده ينفع. أول سؤال قلت لها حاجة لها I spent أنا قضيت my last summer vacation in Alexandria. أنا قضيت أجازة الصيف الماضي في الإسكندرية. يبقى أين قضيت أجازة الصيف؟ يبقى أين اللي هي where؟ بعد where هنجيب فعل مساعد. في فعل مساعد في الجملة؟ لا. يبقى ناخد did عشان الفعل في الماضي. Where did you spend last summer vacation? Okay. طيب تمام. Did you enjoy it? هل استمتعت بها؟ Yes. نعم. I had مثلا a lot of fun. أنا استمتعت. سألت سؤال قلت لها I went with my family. روحت مع عائلتي. يبقى who did you go with مع من ذهبت سألت سؤال تاني قالت لها I sometimes did sport أحيانا لعبت رياضة I played football 3 times a week لعبت كرة قدم 3 مرات في الأسبوع يبقى هنا What activities إيه الأنشطة What activities did you do اللي انت عملتيها did you do okay Read and complete the text with the word from the following list. Take yeah, lake بحيرة, river نهر, on على, temple معبد important مهم, lazy كسول. The temple of Edfu is an ancient Egyptian, معبد Edfu is an ancient Egyptian temple, معبد مصري قديم. In the town of Edfu, مدينة Edfu. The town is on, المدينة على, الwest bank, الضفة الغربية of the river Nile, من نهر النيل, river Nile. Between Luxor and Aswan. The temple is about 2250 years old. It is إنه it is important for مهم لي understanding life in ancient Egypt. طيب choose the correct answer. Temples المعابد and obelisks والمسلات are kinds of هي نوع من إيه؟ من الـ ancient buildings المباني القديمة. Number two. A or N has a shape of a pyramid لشكل الهرم on its top على القمة بتاعته لها شكل الهرم يبقى دي هي ايه؟ قلنا الأوبلسك المسلة. Number 3 A or N is a place where people come together to pray مكان الناس come together بتجي مع بعض عشان تصلي يبقى ده هو ايه؟ التمبل المعبد. The temple is made of المعبد مصنوع منين؟ من الستون في معبد وات خشب جلاس زجاج بيبر ورق. Number 5 My friend can answer all the questions صديقي يستطيع أن يجاوب على كل الأسئلة He is إنه إيه Smart ذكي لكن والد قلق ليزي كسول إيزي سهل Number 6 She volunteered to help at project تطوعت إنها تساعد في المشروع in her community في مجتمعها She is يبقى هي إيه Helpful نافعة Tired متعب Noisy مزعج المريض Number 7 Think about the possible فكر في possible reasons في المبررات الممكنة أو الأسباب الممكنة للمشكلة لكن stones أحجار presents يقدم أو هدايا repairs إصلاحات يبقى think about possible repairs ضمان reasons Number 8 How did you help your community يبقى how often كم مرة ساعدت مجتمعك I played tennis when I was little I didn't like it. أنا ما حبيتش التنس. يبقى I never played. ما لعبتش. He TV in the morning. في الصباح. يبقى he never watched. ليه never watched? لأن ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي. حد يقول لي يا مستر عندك never watched ليه ما خدتهاش؟ عشان الفعل هنا هي. فلو كنت بتكلم في زمن المضارع كنت قلت watches. لو كانت never watches كانت تبقى صح. Complete the sentence with the correct form of the Word in practice. She often help her community garden in summer vacation. طيب. She often her community garden in summer vacation. يبقى she often helped. هي دايما بتساعد أو غالبا بتساعد
او ساعدت ممكن تبقى هيلبس عادي، ما انا ما عنديش كلمه دلت على الماضي، يبقى شي اوفتن هيلبد اور هيلبس. I went never to the cinema، يبقى never went، ما روحتش في السينما، لان ظروف التكرار قبل الفعل. He always was helpful، he was always، ظروف التكرار بعد ايه؟ فعل بي، فعل بي اللي هو وزه. We never drank coffee، we liked it very much، بنحبها جدا، يبقى we always، دايما بنشرب القهوة عشان احنا بنحبها. طيب اتكلمنا على الانشنت بيلدينج، المبنى القديم، من عملنا الباراجراف ده في كتاب الجيم وكتاب المعاصر، ممكن تخش على الفيديو وتشوفه. وكده نكون وصلنا لنهاية شرح لسن 3 and 4 من كتاب الباهر للصف الاول الاعدادي. كان معكم مستر محمد شعبان، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.